بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: القارعة من أسماء يوم القيامة، كالحاقة والطامة والصاخة والغاشية، كل هذه أسماء ليوم القيامة. ثم قال معظماً أمرها ومهولاً لشأنها: وما أدراك ما القارعة. ثم فسر ذلك بقوله: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أي في انتشارهم وتفرقهم وذهابهم ومجيئهم، من حيرتهم مما هم فيه، كأنهم فراش مبثوث، كما قال تعالى في الآية الأخرى: كأنهم جراد منتشر. اللهم هون علينا كربات الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله تعالى: وتكون الجبال كالعهن المنفوش، يعني قد صارت كأنها الصوف المنفوش الذي قد شرع في الذهاب والتمزق. قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والضحاك والسدي رحمهم الله: العهن الصوف، كالعهن المنفوش، كالصوف المنفوش. ثم أخبر تعالى عما يؤول إليه عمل العاملين، وما يصيرون إليه من الكرامة أو الإهانة بحسب أعمالهم. فقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه، أي رجحت حسناته على سيئاته، فهو في عيشة راضية، يعني في الجنة. اللهم اجعلنا منهم، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات برحمتك وعفوك يا أرحم الراحمين. وأما من خفت موازينه، أي رجحت سيئاته على حسناته، نعوذ بالله من ذلك. وقوله: فأمه هاوية، قيل معناه: فهو ساقط هاو بأم رأسه في نار جهنم، نعوذ بالله. وعبر عنه بأمه، يعني دماغه. روي نحو هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة وأبي صالح وقتادة رحمهم الله. قال قتادة: يهوي في النار على رأسه. وكذا قال أبو صالح رحمه الله: يهوون في النار على رؤوسهم. اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقيل معناه: فأمه
التي يرجع إليها ويصير في المعاد إليها هاوية، وهي اسم من أسماء النار. قال ابن جرير رحمه الله: وإنما قيل للهاوية أمه لأنه لا مأوى له غيرها. وقال ابن زيد رحمه الله: الهاوية النار هي أمه ومأواه التي يرجع إليها ويأوي إليها. وقرأ: ومأواهم النار، اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: وروي عن قتادة رحمه الله أنه قال: هي النار وهي مأواهم. ولهذا قال تعالى مفسرًا للهاوية: وما أدراك ما هي؟ نار حامية. قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن عبد الأعلى، حدثنا ابن ثور عن معمر عن الأشعث بن عبد الله الأعمى رحمهم الله قال: إذا مات المؤمن ذهب بروحه إلى أرواح المؤمنين فيقولون: روحوا أخاكم فإنه كان في غم الدنيا. قال: ويسألونه: ما فعل فلان؟ فيقول: مات. أو ما جاءكم؟ فيقولون: ذهب به إلى أمه الهاوية، اللهم أجرنا من ذلك. وقد رواه ابن مردوية رحمه الله من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا بأبسط من هذا، وقد أوردناه في كتاب صفة النار أجارنا الله منها بمنه وكرمه. وقوله تعالى: نار حامية، أي حارة شديدة الحر، قوية اللهب، قوية اللهيب والسعير. اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نار بني آدم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية، نار الدنيا كافية. فقال: إنها نار جهنم فضلت عليها 69 جزءا. نار جهنم تزيد على نار الدنيا 69 مرة. اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار برحمتك يا رحمن، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ورواه البخاري رحمه الله عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك، ورواه مسلم رحمه الله عن قتيبة عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد به، وفي بعض ألفاظه: إنها نار جهنم فضلت عليها على نار الدنيا 69 جزءا كلهن مثل حرها. اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا حماد وهو ابن سلمة عن محمد بن زياد، سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: نار بني آدم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقال رجل: إن كانت لكافية؟ فقال: لقد فضلت عليها 69 جزءا حرا فحرا. نعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. تفرد به أحمد رحمه الله من هذا الوجه، وهو على شرط مسلم. وقال الإمام أحمد أيضا رحمه الله: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
وعمر عن يحيى بن جعدة: إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، وضربت بالبحر مرتين. نار جهنم ضربت بالبحر مرتين، أي نار الدنيا ضربت بالبحر مرتين، ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد. نار الدنيا ضربت بالبحر مرتين، ولولا ذلك ما استفاد ما انتفع أحد منها، وهذا على شرط الصحة، ولم يخرجوه من هذا الوجه. وقد رواه مسلم رحمه الله في صحيحه من طريق ابن أبي الزناد، ورواه البزار رحمه الله من حديث عبد الله بن مسعود وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما: ناركم هذه جزء من 70 جزءا. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزيز وابن محمد الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه النار جزء من 100 جزء من جهنم. تفرد به أيضا من هذا الوجه، وهو على شرط مسلم أيضا رحمهم الله. وقال أبو القاسم الطبراني رحمه الله: حدثنا أحمد بن عمرو الخلال، حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، حدثنا معن بن عيسى القزاز عن مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم؟ لهي أشد سواداً من دخان ناركم هذه 70 ضعفا. اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقد رواه أبو مصعب عن مالك ولم يرفعه، وروى الترمذي وابن ماجة رحمهم الله عن عباس الدوري عن يحيى بن أبي بكير: حدثنا شريك عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقد روى هذا وقد روي هذا من حديث أنس وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وجاء في الحديث عند الإمام أحمد رحمه الله من طريق أبي عثمان النهدي عن أنس رضي الله عنه وأبي نضرة العبدي عن أبي سعيد رضي الله عنه وعجلان مولى المشمعل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أهون أهل النار عذاباً من له نعلان يغلي منهما دماغه. اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وثبت في الصحيح رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فأشد ما تجدون في الشتاء من بردها، وأشد ما تجدون في الصيف من حرها. اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار، ووالدينا وأولادنا وأهلنا والمسلمين والمسلمات. وفي الصحيحين رحمهم الله: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر
حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: شغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائها، وتمادى بكم ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر وصرتم من أهلها. اللهم ألهمنا رشدنا، وأعذنا من شرور أنفسنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا زكريا بن يحيى الوقار المصري، حدثني خالد بن عبد الدائم عن ابن زيد ابن أسلم عن أبيه رحمهم الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألهاكم التكاثر عن الطاعة، أي شغلكم التكاثر عن طاعة الله، حتى زرتم المقابر، حتى يأتيكم الموت. فعلينا أن نجتهد فيما يرضي الله ونحذر المعاصي. وقال الحسن البصري رحمه الله: ألهاكم التكاثر في الأموال والأولاد. وفي صحيح البخاري رحمه الله: في الرقاق، أي في كتاب الرقاق الذي الأحاديث التي تلين القلب. وقال لنا أبو الوليد: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر، يعني كانوا لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى ثانيا. ثم أنزل الله تعالى: ألهاكم التكاثر، إلى آخر السورة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت قتادة يحدث عن مطرف يعني ابن عبد الله ابن الشخير عن أبيه رضي الله عنه قال: انتهيت، أي وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ألهاكم التكاثر، يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. هذا مالك، ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. مالك الذي قدمته في الأعمال الصالحة. اللهم ألهمنا رشدنا، وأعذنا من شرور أنفسنا. ورواه مسلم والترمذي والنسائي رحمهم الله من طريق شعبة به رحمه الله. وقال مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا حفص بن ميسرة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد: مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فاقتنى. مالك ما قدمته في الأعمال الصالحة، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. تفرد به مسلم رحمه الله. فمالك الحقيقي الذي تنفقه في أبواب الخير في الأعمال الصالحة. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا عبد الله ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. ما يبقى معك في القبر إلا عملك الصالح، فعلينا أن نجتهد بالأعمال الصالحة. اللهم وفقنا للاشتغال بالعمل الصالح، واغفر لنا يا أرحم الراحمين. وكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي رحمهم الله من حديث سفيان بن عيينة به رحمه الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى عن شعبة، حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهرم ابن آدم، يعني يصير شيبة، وتبقى منه اثنتان: الحرص والمال. يعني مع أنه شيبة يحب المال ويحب الأمل، فينبغي للمسلم أن يجتهد فيما يقرب إلى الله. أخرجاه في الصحيحين رحمهم الله. وذكر الحافظ ابن عساكر رحمه الله في ترجمة الأحنف بن قيس واسمه الضحاك رحمه الله أنه رأى في يد رجل درهماً، درهم فضة، فقال: لمن هذا الدرهم؟ فقال الرجل: لي. فقال: إنما هو لك إذا أنفقته في أجر أو ابتغاء شكر، هو لك إذا أنفقته فيما يقربك إلى الله. إنما هو لك إذا أنفقته في أجر أو ابتغاء شكر. ثم أنشد الأحنف ابن قيس متمثلاً قول الشاعر: أنت للمال إذا أمسكته، فإذا أنفقته فالمال لك. ما أنفقته في سبل الخير، في عمل الصالح، هذا هو ماله. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو أسامة، قال صالح بن حيان: حدثني عن ابن بريدة رضي الله عنه في قوله عز وجل: ألهاكم التكاثر. قال: نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار، في بني حارثة وبني الحارث، تفاخروا وتكاثروا، فقالت إحداهما: فيكم مثل فلان ابن فلان وفلان ابن فلان، وقال الآخرون مثل ذلك. تفاخروا بالأحياء، ثم قالوا: انطلقوا بنا إلى القبور. فجعلت إحدى الطائفتين تقول: فيكم مثل فلان، يشيرون إلى القبر، ومثل فلان. وفعل الآخرون مثل ذلك، فأنزل الله: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. لقد كان لكم فيما رأيتم عبرة وشغل. وقال قتادة رحمه الله: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كانوا يقولون: نحن أكثر من بني فلان، ونحن أعد من بني فلان، وهم كل يوم يتساقطون إلى آخرهم. والله ما زالوا كذلك حتى صاروا من أهل القبور كلهم. والصحيح أن المراد بقوله زرتم المقابر أي صرتم إليها ودفنتم فيها، كما جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأعراب من أهل البادية يعوده، كان مريضاً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس، طهور إن شاء الله، يعني يطهرك الله بهذا المرض من الذنوب. فقال الأعرابي: قلت طهور، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال: فنعم إذن. الرسول دعا له، قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. وهو يقول: بل هي حمى تفور
على شيء كبير تزيره القبور؟ قال: فنعم إذن. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو زرعة، حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني، أخبرنا حكام بن سلم الرازي عن عمرو بن أبي قيس، عن الحجاج، عن المنهال، عن زر بن حبيش، عن علي رضي الله عنه قال: ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ورواه الترمذي رحمه الله عن أبي كُريب عن حكام بن سلم به، وقال: غريب. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا سلمة بن داود العُرضي، حدثنا أبو المليح الرقي عن ميمون بن مهران قال: كنت جالسًا عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقرأ: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فلبث هنيها، يعني مكث قليلا، فقال: يا ميمون، ما أرى المقابر إلا زيارة، وما للزائر بد من أن يرجع إلى منزله، يعني قبر مدة معينة ثم إما إلى الجنة، اللهم من أجعلنا من أهل الجنة الفردوس، وإما النار نعوذ بالله من النار. قال أبو محمد رحمه الله: يعني أن يرجع إلى منزله إلى جنة أو نار. وهكذا ذكر أن بعض الأعراب سمع رجلاً يتلو هذه الآية: حتى زرتم المقابر، فقال: بعث اليوم ورب الكعبة، أي إن الزائر سيرحل من مقامه ذلك إلى غيره، يعني أن القبر مدة معينة ثم إما إلى الجنة وإما إلى النار. اللهم إنا نسألك برحمتك جنة الفردوس، ونعوذ بك من سخطك ومن النار، وأهلنا ووالدينا وأقاربنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله تعالى: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. قال الحسن البصري رحمه الله: هذا وعيد بعد وعيد. وقال الضحاك رحمه الله: كلا سوف تعلمون، يعني الكفار، ثم كلا سوف تعلمون، يعني أيها المؤمنون. وقوله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو علمتم حق العلم لما ألهاكم التكاثر عن طلب الدار الآخرة حتى صرتم إلى المقابر. ثم قال تعالى: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. هذا تفسير الوعيد المتقدم، وهو قوله: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، توعدهم بهذا الحال، وهي رؤية النار التي إذا زفرت صاحت زفرت خر كل ملك مقرب ونبي مرسل على ركبتيه عليهم السلام من المهابة والعظمة ومعاينة الأهوال على ما جاء به الأثر المروي في ذلك. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين، وأهلنا ووالدينا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي ثم لتسألن يومئذ عن شكر ما أنعم الله به عليكم من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك، ما إذا قابلتم به نعمة من شكره وعبادته. اللهم أوزعنا شكر نعمتك يا رب العالمين. وشكر النعمة العمل بالطاعة. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو زرعة، حدثنا زكريا بن يحيى الخزاز المقبري، حدثنا عبد الله بن عيسى أبو خالد الخزاز، حدثنا يونس بن عبيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: خرج رسول الله
صلى الله عليه وسلم عند الظهيرة، فوجد أبا بكر رضي الله عنه في المسجد، فقال: ما أخرجك هذه الساعة؟ قال: أخرجني الذي أخرجك يا رسول الله. قال: وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ما أخرجك يا ابن الخطاب؟ قال: أخرجني الذي أخرجكما. قال: فقعد عمر رضي الله عنه وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثهما، ثم قال: هل بكما من قوة تنطلقان إلى هذا النخل فتصيبان طعاما وشرابا وظلالا وظلا؟ قلنا: نعم. قال: مروا بنا إلى منزل ابن التيهان أبي الهيثم الأنصاري رضي الله عنه. قال: فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا فسلم واستأذن 3 مرات، وأم الهيثم من وراء الباب تسمع الكلام تريد أن يزيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من السلام. فلما أراد أن ينصرف خرجت أم الهيثم رضي الله عنها تسعى خلفهم، فقالت: يا رسول الله، قد والله سمعت تسليمك، ولكن أردت أن تزيدنا من سلامك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرا. ثم قال: أين أبو الهيثم؟ لا أراه. قالت: يا رسول الله، هو قريب، ذهب يستعذب الماء، أي يأتينا بالماء العذب، ادخلوا فإنه يأتي الساعة إن شاء الله. فبسطت بساطا تحت شجرة، فجاء أبو الهيثم رضي الله عنه ففرح بهم وقرت عيناه بهم، فصعد على نخلة فصرم لهم أعذاقا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك يا أبا الهيثم، يعني يكفي. قال: يا رسول الله، تأكلون من بسره ومن رطبه وما ومن تذنوبه. ثم أتاهم بماء فشربوا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا من النعيم الذي تسألون عنه، هذا غريب من هذا الوجه. فعلينا أن نشكر الله. رطب وماء يسألون عنه، ما حالنا؟ فعلينا أن نشكر الله ونعمل بطاعته ونتوب إليه. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا واجعلنا من الشاكرين يا رب العالمين، وأهلنا ووالدينا وأولادنا والمسلمين. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا الحسين بن علي السدائي، حدثنا الوليد بن القاسم عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما جالسان، إذ جاءهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أجلسكما هاهنا؟ قال: والذي بعثك بالحق ما أخرجنا من بيوتنا إلا الجوع. قال: والذي بعثني بالحق ما أخرجني غيره، أي الجوع. فانطلقوا حتى أتوا بيت رجل من الأنصار، فاستقبلتهم المرأة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ فقالت: ذهب يستعذب لنا ماء، يأتي لنا بماء حلو. فجاء صاحبهم يحمل قربته فقال: مرحبا، ما زار العباد شيء أفضل من شيء زارني اليوم. فعلق قربته بكرب نخلة وانطلق، فجاءهم بعذق، أي من الرطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كنت اجتنيت؟ يعني أخذت الرطب المستوي. فقال: أحببت أن تكونوا الذين تختارون على أعينكم. ثم أخذ الشفرة، أي سكين، فقال، يعني يذبح شاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحروب، إياك والحلوب، يعني لا تذبح الشاة ذات اللبن، لبنها ينفعك، إياك والحلوب، أي الشاة ذات اللبن. فذبح لهم يومئذ فأكلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسألن عن هذا
يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع فلم ترجعوا حتى أصبتم هذا، فهذا من النعيم. اللهم أوزعنا شكر نعمتك، وشكر النعمة هو الطاعة والعبادة. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك وأهلنا وأولادنا والمسلمين. ورواه مسلم رحمه الله من حديث يزيد بن كيسان به، ورواه أبو يعلى وابن ماجة رحمهم الله من حديث المحارب عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه به. وقد رواه أهل السنن الأربعة رحمهم الله من حديث عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحو من هذا السياق وهذه القصة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سريج، حدثنا حشرج عن أبي نصرة عن أبي عبيس عن أبي عسيب، يعني مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فمر بي فدعاني فخرجت إليه، ثم مر بأبي بكر رضي الله عنه فدعاه فخرج إليه، ثم مر بعمر رضي الله عنه فدعاه فخرج إليه، فانطلق حتى أتى حائطا أي بستانا لبعض الأنصار رضي الله عنهم، فقال لصاحب الحائط: أطعمنا. فجاء بعذق أي رطب فوضعه، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم دعا بماء بارد فشرب، وقال: لتسألن عن هذا يوم القيامة. قال: فأخذ عمر رضي الله عنه العذق فضرب به الأرض حتى تناثر البسر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله، إنا لمسألون عن هذا يوم القيامة. قال: نعم، إلا من ثلاثة: خرقة لف بها الرجل عورته، يعني كسرة من قماش يستر عورته، أو كسرة سد أو كسرة يعني كسرة خبز سد بها جوعته، أو جحر أي بيت صغير تدخل فيه تدخل فيه من الحر والقر أي البرد تفرد به أحمد، يعني الأشياء الضرورية تنتفع بها وتشكر الله ولا تستكثر من الدنيا. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد، حدثنا عمار، سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما رطبا وشربوا ماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا من النعيم الذي تسألون عنه. اللهم أوزعنا شكر نعمتك. ورواه النسائي رحمه الله من حديث حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن جابر رضي الله عنه به. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أحمد، حدثنا يزيد، حدثنا محمد بن عمرو عن صفوان بن سليم عن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: لما نزلت ألهاكم التكاثر، فقرأ حتى بلغ: لتسألن يومئذ عن النعيم. قالوا: يا رسول الله، عن أي نعيم نسأل؟ وإنما هم الأسودان، الماء والتمر، وسيوفنا على رقابنا، والعدو حاضر، فعن أي نعيم نسأل؟ قال: أما إن ذلك سيكون. اللهم أوزعنا شكر نعمتك. فيجب علينا أن نشكر الله ونعبده ونحذر المعاصي. وقال أحمد رحمه الله: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو، حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا معاذ بن عبد الله بن حبيب عن أبيه عن عمه رضي الله عنه قال: كنا في مجلس فطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم
وعلى رأسه أثر ماء. فقلنا: يا رسول الله، نراك طيب النفس. قال: أجل. قال: ثم خاض الناس في ذكر الغنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالغنى لمن اتقى الله. إذا كان غنيا واتقى الله واستعمل المال في طاعة الله، والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى. إذا رزقك الله الصحة ووفقك للطاعة وطيب النفس من النعيم. اللهم أرزقنا شكر نعمك. ورواه ابن ماجة رحمه الله عن أبي بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد عن عبد الله بن سليمان به رحمهم الله. وقال الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد الحميد، حدثنا عبد بن حميد، حدثنا شباب عن عبد الله بن العلاء عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزم الأشعري قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يُسأل عنه، يعني يوم القيامة، العبد من النعيم أن يقال له: ألم نُصِح لك جسمك ونُروِك من الماء البارد؟ الحمد لله. تفرَّد به الترمذي رحمه الله، ورواه ابن حبان رحمه الله في صحيحه من طريق الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء بن زبر به رحمهم الله. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو زرعة، حدثنا مسدد، حدثنا سفيان عن محمد بن عمرو عن يحيى بن حاطب عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال الزبير رضي الله عنه: لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قالوا: يا رسول الله، لأي نعيم نسأل عنه؟ وإنما هو الأمى الأسودان، التمر والماء. قال: إن ذلك سيكون. وكذا رواه الترمذي وابن ماجة رحمهم الله من حديث سفيان وابن عيينة به، ورواه أحمد رحمه الله عنه، وقال الترمذي رحمه الله: حسن. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله الظهراني، حدثنا حفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة رحمهم الله قال: لما نزلت هذه الآية: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قالت الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، وأي نعيم نحن فيه؟ وإنما نأكل في أنصاف بطوننا خبز الشعير. فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهم: أليس تحتذون النعال، تلبسون النعال، وتشربون الماء البارد، فهذا من النعيم؟ الله أكبر. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اللهم أوزعنا شكر نعمتك يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو زرعة، حدثنا إبراهيم ابن موسى، أخبرنا محمد بن سليمان بن أصبهاني عن ابن أبي ليلى، أظنه عن عامر، عن ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال: الأمن والصحة. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وعافنا واعف عنا، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال زيد بن أسلم رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يعني شبع البطون وبارد الشراب وظلال المساكن واعتدال الخلق ولذة النوم. رواه ابن أبي حاتم رحمه الله بإسناده المتقدم عنه في أول السورة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الشكر إذا رضيت، ولك الشكر بعد الرضا. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: حتى عن شربة عسل. وقال مجاهد رحمه الله: عن كل لذة من لذات الدنيا. وقال الحسن البصري
رحمه الله نعيم الغذاء نعيم الغداء والعشاء. وقال أبو قلابة رحمه الله من النعيم أكل العسل والسمن بالخبز النقي. وقول مجاهد رحمه الله هذا أشمل هذه الأقوال عن كل لذة من لذات الدنيا. فيجب علينا أن نشكر الله ونعمل بطاعته ونتوب إليه. وقال علي بن أبي طلحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار، يسأل الله العباد فيما استعملوها وهو أعلم بذلك منهم، وهو قوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فعلينا أن نستعمل هذه الأعضاء في طاعة الله ونحذر أن نستعملها في المعاصي. وثبت في صحيح البخاري وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله من حديث عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومعنى هذا أنهم مقصرون في شكر هاتين النعمتين الصحة والفراغ، لا يقومون بواجبهما، ومن لا يقوم بحق ما وجب عليه فهو مغبون. فعلينا أن نستعمل هذه النعم في طاعة الله. اللهم وفقنا يا رب العالمين لطاعتك. وقال الحافظ أبو بكر البزار رحمه الله حدثنا القاسم ابن محمد ابن يحيى المروزي، حدثنا علي ابن الحسن ابن الشقيق، حدثنا أبو حمزة عن ليث عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فوق الإزار وظل الحائط وخبز يحاسب به العبد يوم القيامة أو يسأل عنه. يعني ما فوق الإزار الذي يستر العورة، الثوب الذي يستر العورة، وظل الحائط الذي يظلك، وخبز تأكله يحاسب به العبد يوم القيامة أو يسأل عنه. اللهم وفقنا لشكر نعمتك. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا بهز وعفان قال حدثنا حماد قال عفان في حديثه قال إسحاق بن عبد الله عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل قال عفان يوم القيامة يا ابن آدم حملتك على الخيل والإبل وزوجتك النساء وجعلتك تربع وترأس فأين شكر ذلك تفرد به من هذا الوجه. اللهم ارزقنا شكر نعمك يا رب العالمين، واغفر لنا وتجاوز عنا يا أرحم الراحمين. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله صفحة 181 فصل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويله. وفي رواية يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. رواه مسلم وأبو داود رحمهم الله. ففيه فضل الصلاة والعبادة والسجود لرب العالمين جل جلاله. وعن النواس ابن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران
وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد. قال: كأنهما، أي كأن السورتين، غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما. رواه مسلم رحمه الله. فمن قرأ القرآن وآمن به وعمل به فالقرآن يشفع له عند الله يوم القيامة. فعلينا أن نكثر من تلاوة القرآن العظيم بالإيمان والتدبر. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفاً من كتاب الله تعالى فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذا قرأت ألف لام ميم يعطيك الله 30 حسنة. فعلينا أن نكثر من تلاوة القرآن العظيم مع التدبر والعمل. رواه أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. تقوى الله امتثال الأوامر واجتناب النواهي. عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. قلت يا رسول الله زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. رواه ابن حبان رحمه الله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه، غير أنه لا يوحى إليه. لا ينبغي لصاحب القرآن أن يجد مع من وجد، ولا يجهل مع من جهل، وفي جوفه كلام الله. ينبغي لمن حفظ القرآن وقرأ القرآن أن يكون على أدب وتقوى من الله جل وعلا. رواه الحاكم رحمه الله. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فاستظهره، يعني غيبا، فأحل حلاله وحرم حرامه، أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته، كلهم قد وجبت له النار، يعني المعاصي. رواه ابن ماجه والترمذي رحمهم الله. فعلينا أن نحفظ القرآن ونكثر من تلاوة القرآن، اللهم وفقنا لذلك. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لأن تغدو، أي تصبح، فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولا أن تغدو تصبح فتتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل به خير من أن تصلي 1000 ركعة. رواه ابن ماجه رحمه الله. فينبغي أن نكثر من قراءة القرآن ومن طلب العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة. اللهم اهدنا إلى سواء السبيل، ووفقنا للفقه في دينك القويم، واجعلنا من العاملين به قولاً وفعلاً الداعين إليه. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.